مرحبا، كيفكم؟ فيديو اليوم راح يكون عن كود يعطيك جواهر، بيعطيكم مجموعة من الجواهر. طبعا جايز، هذه المرة الكود مميز، يعني مو مميز، يعني طريقة الكود اللي راح اقدم لكم فيها الكود مختلفة او مميزة، اول مرة بعملها. فالكود جايز اليوم ما راح يظهر في هذا الفيديو، الكود راح يكون مكتوب في الماب تبعي. تابعوا الفيديو الأخير لحتى أشرح لكم كيف وأي ماب، واشتركوا في القناة إذا ما كنتوا مشتركين، وحطوا لايك. كل شهر بيكون في كود جواهر مثل هذا الكود، وبكون في كمان أكواد أخرى، فلازم تكونوا مشتركين في القناة وفعلين جرس التنبيهات. أوكي، فبتدخلوا على المابات. الماب تبعي اللي هو ماب المطار، هذا الماب اللي بيك إكزي إيربورت. هذا الماب قاعد حاليا هو أوفلاين لأنه في الكود، يعني فبس ينزل الفيديو رح يكون الماب أونلاين، يعني فيكم تدخلوا عليه. رح تكتبوا هنا اسمي آلاء جيمز والكود 000، وبتعملوا السير، بيطلع لكم الماب تبعي اللي هو البيكي اكس دي ايربورت. فبتدخلوا على هذا الماب، بتدخلوا عليه، بتروحوا آخر شيء، بتروحوا ورا، بتمشوا بتمشوا بتمشوا، بتروحوا ورا اللي هو القسم تبع الباص، اللي هي تبع الباص آخر شيء في الماب، بتلاقوا أنه الكود مكتوب على الجدار، فبتكتبوا الكود المكتوب على الجدار، وهذا هو الكود طبعا. فقالت في شيء حابة أنوه عليه، أول شيء أنه ممكن تلخبطوا هل الشكل الدائري هو O ولا الصفر. جايز هدول أصفار، يعني هدول رح يكونوا صفرين مو حرف O. الكود ما في أي حرف O، فقط يعني هدول صفرين ما في O، حتى ما تلخبطوا يعني. وطبعا الكود عبارة عن حروف وعبارة عن أرقام، طبعا بحس الباقي رح يكون مفهوم. وفي عندنا كمان حرف I وليس L، يعني كل الحروف في الكود حروف كابيتال، يعني حروف كبيرة، كلها كبيرة. عندنا حرف I كبير هذا وليس L، والأصفار وليست O، هاد أهم شي يعني. وبس لو لازم تكتبوا صح الكود ورح يزبط معكم. فهذا هو كل الفيديو. طبعا مبروك للفائزين مقدما، تقريبا في مجموعة فازت بالكود، مبروك لكم، وان شاء الله في اكواد اخرى اذا ما حالفكم الحظ، في اكواد اخرى. واشتركوا وبشوفكم في الفيديو القادم. باي باي.